أشار أعضاء مجلس النواب إلى أن المجلس أنجز العديد من التشريعات المهمة والضرورية لمسيرة الوطن، ما يجعل مردود هذه التشريعات للإصلاح على حياة المواطن. هذا وأكد أعضاء مجلس النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل مجهودا كبيرا في التعامل مع الأزمات المحيطة بمصر، مؤكدين أن مجلس النواب يدعم الرئيس السيسي ويقف خلفه فيما يتخذه من قرارات لحماية الأمن القومي. كان في مجموعة من الرسائل، الرسالة الأولى اللي وجهها السيد رئيس المستشار الجليل رئيس المجلس للسادة، التهنئة للسادة الأعضاء، وكذلك رسالة تعهد للشعب المصري ببذل أقصى جهد من ناحية التشريعية والناحية الرقابية. وكانت هذه الرسالة متضمنة جميع التحديات اللي تجابهها مصر، سواء من الناحية الإقليمية أو الدولية أو الداخلية. قانون الإجراءات الجنائية اللي تم الإعداد ولجنة تشريعية انتهت منه وبيضم 540 مادة، أيضا استحقاقات دستورية زي قانون انتخابات مجلس النواب، قانون انتخابات مجلس الشيوخ، أيضا قوانين خاصة بالأحزاب السياسية. في حزبة من القوانين والتشريعات هيشهدها المجلس في دور الانعقاد القادم، والحكومة بالفعل تقدمت بيها. أيضا من ضمن الإجراءات اللي تمت النهاردة أن طبعا تم الإعلان عن يعني هيتم غدا تشكيل اللجان المعنية، إحالة العديد من القوانين ومناقشتها في خلال فعاليات دور الانعقاد الخامس، والذي يأتي على رأسها قانون الإجراءات الجنائية، والذي تم إحالته إلى لجنة مشتركة ما بين لجنة الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي شرفنا خلال الفترة الماضية منذ منتصف شهر يوليو حتى انتهاء شهر سبتمبر من مناقشة جميع المواد نظرا لأهمية هذا التشريع الهام. التحديات الموجودة سواء في الجنوب أو في الشمال، التحديات الموجودة في ليبيا، التحديات الموجودة في السودان، التحديات الموجودة في غزة ولبنان، يعني كلنا طبعا ملمين بهذه التحديات، ومصر الحقيقة لها مواقف مشرفة في هذه التحديات. الحقيقة مواقف فخامة الرئيس الحقيقة كلها في مواجهة هذه التحديات مواقف مشرفة كلنا بنفخر بها فعلا.